ازاي تدلعي جوزك صح، ازاي تعفي زوجك وتجددي في حياتك الزوجية. هنقول كل الأسرار اللي بتتقال في كورسات الإغراء والعلاقة الحميمة، المساج الزوجي، التدليك، تجديد العلاقة، إثارة الزوج والتمتع بحياة زوجية سعيدة. الجزئية دي من الفيديو هنتكلم على أفضل زيوت عطرية نستخدمها وهتفيدنا قوي في العلاقة الحميمة. هنستخدم زيت في الصيف وزيت في الشتاء. طب أول، إزاي تدلعي جوزك صح؟ إزاي تعفي زوجك بطريقة أكيد معظم الرجالة الشرقيين بيحبوها. فيديو خاص للعرايس والمتزوجات هنتكلم فيه على طريقة المساج الزوجي، إيه الأوقات اللي تعملي فيها المساج، إيه الزيوت اللي هنستخدمها، وهنستخدم نوع زيت في الصيف ونوع زيت في الشتاء هينفعك جدا في علاقتك الزوجية. الكلام اللي هيتقال في الفيديو يا ريت تسمعيه من اوله لاخره، لان الكلام اللي بيتقال ده بيدفع فيه فلوس كتير قوي كتير قوي في كورسات الاغراء والعلاقه الحميمه. فيلا بينا نقول اسرار السبا والاسرار اللي بتتعمل في الاماكن اللي بيدلعوا فيها الرجاله، بس احنا عايزين ندلع يعني دلع شرعي، دلع زوجي يؤدي الى اللي هي ايه، زياده المحبه بين كل زوجين. طبعا اكيد زي ما قلت في بدايه الفيديو ان المساج الزوجي حاجه من الحاجات اللي معظم الرجاله الشرقيين بيحبوها، وان انت يبقى في علاقه حميمه كده ومقدمات قبل العلاقه الزوجيه. فافضل زيت اول حاجه ايه هنقولها كده، افضل زيت يستخدم في المساج هو زيت جوز الهند. ليه بقى؟ لان زيت جوز الهند، بس اهم حاجه ايه، طبعا زيت جوز الهند اللي هو الطبيعي العضوي اللي مش مضاف له اي حاجه تانية. طبعا شكله زي ما انتوا ايه شايفين كده، طبعا انا بحتفظ بيه في التلاجة خصوصا في شهور الصيف، لكن ممكن في الشتاء نسيبه ايه، نسيبه بره. هو لما في الصيف بيبقى سايل قوي كده، لكن طبعا لما بيتحط في التلاجة بيبقى عامل زي الزبدة او الكريمة. هو من افضل الزيوت لانه ملمسه ناعم خفيف، ريحته حلوة، بالاضافة طبعا للزيوت العطرية اللي احنا هنحطها عليه، وكمان امتصاصه سهل، مضاد للفطريات، بيفتح، يعني هو مفيد في كل حاجة. فده من افضل الزيوت اللي انا افضل ان انت تستخدميها في الجزئية التانية، افضل وقت ان انت تعملي فيه المساج. طبعا المساج ده استرخاء ونوم عميق، علاقة حميمة، فما يتعملش وتاني يوم في شغل، سواء انت عندك شغل او الزوج عنده شغل، ما يتعملش والراجل هيصحى الساعة 7 الصبح هيروح الشغل عنده تقفيل ميزانية. ما يتعملش في الاوقات اللي يعني ايه، يعني يتعمل يوم اجازة، يعني حضرتك كده ممكن يوم الخميس تعمليه عشان الجمعة والسبت اجازة، يوم السبت تعمليه لو الحد اجازة، لو طبعا في الاجازات الطويلة واجازات العيد واجازات المناسبات. فحاولوا المساج والدلع والاهتمام يبقى تاني يوم اجازة، لان ايه يعني هيبقى فيه ايه مجهود. اوكي تمام كده. طيب هل بقى انت استعداداتك ايه لنفسك قبل ما نعمل المساج ده؟ ان حضرتك طبعا تكوني واخده شاور، عامله ازاله شعر، دهنه جسمك كده بادي لوشن حلو، زيوت عطريه، وتكلمنا في فيديوهات كتير جدا عن طرق العنايه بالجسم، تعطير الجسم والمناطق الحساسه، توريد الجسم والقدمين، تبقي لابسه حاجه كده في الصيف، بيجامه طريه حلوه، بيجامه ستان، اللي انت عايزاه بقى. فانت لازم تبقي انت مهتمه بنفسك. اوكي هي انا عارفه انها يعني سؤال المتزوجات كلهم هيسالوا عليه، يا ياسمين نعمل الكلام ده امتى ومش عارفين نعمل حاجه من العيال. المشكله دي على فكره في معظم البيوت، معظم المتزوجين اللي ولادهم في مرحله يعني المراهقه والبلوغ 12 14 16 سنه، دايما بتقابلنا مشكله ايه، ان انت عايزه تقضي مع جوزك وقت خاص والولاد صاحيين، الولاد هيسمعونا، الولاد هياخدوا بالهم. اولا يا ست الكل، من وهم صغيرين، دي نصيحه بقولها لنفسي وجميع المتزوجات، انا الحمد لله عاملاها، ان من صغرهم حضرتك بتعوديهم ان باب اوضتك مقفول، ان في حاجه اسمها اداب الاستئذان. يعني ايه؟ الدين الاسلامي قال ان مفيش طفل او حتى يعني حد كبير يدخل على اي حد الاوضه الا لما يخبط، لازم اداب الاستئذان. وبعد وقت معين المفروض خلاص اللي في الاوضه ده هينام مستريح، فان انا هو اصلا ما خبطش عليه. فحضرتك من الولاد وهم صغيرين تعوديهم ان باب اوضتك مقفول، ان مفيش حد يفتح الباب ويدخل، ان في حاجه اسمها اخبط استنى ماما او بابا يقولوا لي ادخل او اتفضل. حتى اداب الاستئذان الولد على اخته او اي حاجه لازم فيها اداب الاستئذان، وتكوني محدده لنفسك وقت الولاد بيسهروا او ما بيسهروش، بيسهر في اوضته وباب اوضته مقفول عليه، بس انت عادي ان انت تدخلي من وقت للتاني وتراقبي وتشوفي كل حاجه.
انا وبابا داخلين نستريح، يبقى انا وبابا داخلين نستريح مفيش ازعاج، وحضرتك بقى ممكن خلال الفتره اللي حضرتك في الاوضه شغلي اي حاجه جنبك ويركزي في اللي انت إيه دي. من الفيديو هنتكلم على افضل زيوت عطريه نستخدمها وهتفيدنا قوي في العلاقه الحميمه. هنستخدم زيت في الصيف وزيت في الشتاء. طب اول زيت كده هنستخدمه في الصيف هو زيت النعناع او البيبرمنت. الزيت النعناع من الزيوت العطريه الفواحه المنشطه للدوره الدمويه، والدوره الدمويه دي محتاجينها في اللي هيحصل بعد المساج. فحضرتك هتعملي ايه بقى؟ ركزي معايا. طبعا احنا هنجيب ايه؟ البطرمان، كميه الزيت جوز الهند هناخد منه جزء في بطرمان شكله شيك كده، هتحطيه جنبك على الكومودينو عشان تستخدميه وقت ما انت تحبي تستخدميه، وهنحط عليه من 5 ل10 نقط زيت النعناع، وتحاولي ايه ميكس كده. وطريقه استخدامه يلا ايه نقولها. طريقه استخدامه بقى حضرتك كده ايه، مقدار معلقه صغيره هتفرديها على ظهر زوجك وتبداي بحركات دائريه اننا نعمل المساج ده. يبقى مقدار يعني معلقه صغيره على الظهر، ونبدا ايه بحركات دائريه كده، وبنبدا بالصوابع دي من تحت كده يعني من اسفل لاعلى، ونبدا ايه نمسج. ونيجي بقى عند الحته اللي يعني تعبانه وتعبه كل الرجاله، ان انت تعملي مساج وتعملي حركات كده للرقبه من تحت ايه لفوق، من تحت ايه لفوق كده، مع لمسه حنينه، مع كلمه حلوه، مع موقف لطيف تفكري بيه، مع نكته حلوه سمعتيها، الحاجات دي كلها. وهلاقي هنا بقى واحده هتكتب لي تعليق من التعليقات، انا عارفه ان هو هيتكتب لي: يا ياسمين، هو الزيت ده مش هيبقع الملايه؟ احنا مالنا، ما الملايه تتبقع زي ما هي، ما هي الملايه هتتبقع بحاجات تانيه. فحضرتك استمتعي باللحظه، مش مهم الزيت اللي هيبقى الملايه، هو مش هيبقعها ولا حاجه، لان انا بقول لك يعني ايه مقدار معلقه شاي صغيره وبيتفرد على الظهر. وزيت جوز الهند زيت خفيف، احنا مش هنستحمى بالزيت، احنا مش هندلق يعني علبه الزيت، يعني هو مقدار بسيط والملايه مش هتتبقع، وحتى لو هتتبقع يا ستي حطيها في الغساله. استمتعي باللحظه، حبي لنفسك، المهم اللي هيحصل في الاجواء، المهم الاستمتاع والمتعه، مش المهم الزيت اللي هيبقع. تاني زيت عطري هيبقى حلو قوي في الشتاء هو زيت الايكوليبتوس. الايكوليبتوس او زيت الكافور. زيت الكافور من اكتر الزيوت اللي بتمتص الرطوبه من الجسم، بتمتص البرد من الجسم. فالزيت ده هيكون في فصل الشتاء اللي هو يعني عارفين انتوا الخريف، من اول شهر 9 و10 و11، الفتره دي جسمنا بيبقى واجعنا، الراجل بيبقى جاي تعبان من شغله. وعلى فكره انا هنا بقول اعملي مساج لزوجك، وعادي جدا ان انت بعد ما تعملي له مساج حضرتك هو يعمل لك المساج، او في يوم تاني يعمل لك المساج. يعني هلاقي تعليق من بعض السيدات تقول لي: ما انا تعبانه انا كمان ومحتاجه حد يعمل لي مساج. حضرتك هتعملي يعني انت ايه؟ قدمي السبت هتلاقي الحد، فحضرتك هتعملي له مساج، هو اكيد هيعمل لك ايه مساج، والرجاله يعني بتشبط في اي حاجه. فحضرتك زيت الايكوليبتوس ده، وممكن تحطي على فكره نعناع مع ايكوليبتوس، بس الايكوليبتوس ده فعلا عارفين انتوا ريحته زي الفيكس كده، او ريحته زي ريحته برده فواحه، عارفين اللي هو ساعه ما بيبقى عندنا صداع وبندهن كده نوع من انواع الفازلين اللي فيه برده الايكوليبتوس ده، فهو بيمتص الرطوبه او البرد وبينشط حاسه الشم وبيعمل برده كده تنشيط للدوره الدمويه، بس هو بيمتص الرطوبه. فعارفه انت بقى جوزك اللي ظهره قافش وظهره وجعه كده هيقوم زي الحصان، وهتبقى باذن الله ليله عسل على كل المتزوجات، وربنا يجعله في ميزان حسناتي ودعواتكم، ومستنيه تعليقاتكم الحلوه. يلا بينا بقى نكمل الفيديو ونقول باقي التفاصيل. يبقى تاني كده نراجع سريعا: زيت جوز الهند اصلي، عندنا زيت نعناع، عندنا زيت ايكوليبتوس، ممكن تختاري اي زيت تاني انت عايزاه، يعني مثلا لو عايزه حاجه للاسترخاء ممكن تحطي زيت لافندر، اي زيت انت حباه. بس انا بقول لك اسرار الزيوت اللي فعلا هتجيب نتيجة، خصوصا زيت الايكوليبتوس ده في الفترة بتاعة الخريف والشتاء، وظهرنا قافش وظهرنا واجعنا، فالتدليك بتاعه فبيعمل ايه يعني بيطلع البرد، وزي ما قلت لك كده ايه يعني ايه جوزك باذن الله هيقوم ويبقى زي الحصان، وما شاء الله باذن الله الايه الاداء والنتائج هتكون كويسة جدا. بعد حضرتك ما تعملي المساج ده هيحصل حاجة من اتنين، هما حاجتين هيحصلوا ما لهمش تالت: يا اما جوزك هينام ويشخر والاسترخاء بقى،
وهيبقى يعني في الحاله دي تعبان جدا، فحضرتك ما تغضبيش وتقومي تخنقيه ولا تعملي فيه اي حاجه، يعني سيبيه ينام وتاني يوم هيقوم فايق وزي الحصان والاداء بتاعه هيبقى زي الفل. يا اما المساج ده هينشطه وهيحمسه وهينشط الحواس بتاعته، وبرده الاداء هيكون كويس قوي وهتكون ليله زي الفل عليكم انتوا الاثنين. ايه رايكم في الفيديو؟ اللي ناسيه تعمل لايك تعمل لايك، وشاركي الفيديو لصاحبتك واختك وجارتك اللي بتحبيها، واكتبي لي اي سؤال ليكي بجاوب عليكم في التعليقات. وكمان اللي عايزه تسال اسئله خاصه واستشارات، عندنا كل الاسئله والاستشارات يوم السبت الساعه 10 مساء لايف، كل يوم سبت الساعه 10 مساء بنعمل لايف بنجاوب فيه على كل الاسئله بتاعتكم، بيبقى لايف استشارات. اعملي شير لكل حبيباتك، واسالكم الدعاء بكل خير، ومستنيه تعليقاتكم الحلوه.